not been split at all. It's the one Jamaat, inshallah. Inshallah. There, I was in St. Anne's Road today. I said, I'm coming to Sheikh Ishan's place. He said, what do you want to do to Sheikh Ishan's place? I said, no, I'm coming here. I said, it's the same Jamaat. So, this gate man, Rambo, said, why are you going there? I said, you want to go there? I said, just came here 4 years ago. I've been in this Jamaat more than 17 years. I said, you just go. I'm going to Sheikh Ishan's place. It's the same Jamaat. I'm going there. So he said, well, okay, counselor, bismillah, I'm going. So I left him, I came. I know that you go and see, tell them that I came here. But here is my Jamaat. Sheikh Isham is we are building masjid in Africa, Sierra Leone. Sheikh Isham is the person that made that mosque to go up. Sheikh Isham, they are making the one for 24 hours in Sierra Leone. So I will never forget him. I will never forget him. That's why I said I will come and spend weekend here, inshallah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Thank you. I like you to move backward. Move as much, because we want to open the hair, so the holy hair of Prophet, so we need a space. So what we will do now, is that we empty that door. So everyone at that door comes inside here. You are not sitting, you stand up, it's okay. Sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi خير من يمشي على القدم يا نبي يا إمام الحرم. سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم. محمد باسط المعروف جامعه يا نبي يا إمام الحرم. سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم. محمد صاحب الإحسان والكرم يا نبي يا إمام الحرم. سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم. محمد تاج رسل الله قاطبة يا نبي يا إمام الحرم. سلام عليك يا
نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد صادق الأقوال والكلام يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد ثابت الميثاق حافظه يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد طيب الأخلاق وشيم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد رويت بالنور طيناته يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد لم يزل نورا من القدم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد معدن الإنعام والحكم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد حاكم بالعدل ذو شرف يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد خير خلق الله من مضر يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد خير رسل الله كلهم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد دينه حق ندين به يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد مجمل الحق على العالم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد ذكره روحي لأنفسنا يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد شكره فرض على الأمم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا إمام الحرمين محمد ذكره روح لأنفسنا يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد شكرهم فرض على الأمم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين you zoom on it. No, you are seeing it. No, huh? You want me to turn this like that? No, only ask. Huh? No, you cannot zoom on it. Keep it. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله
فهو قاعدين فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الناس يؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن كتاب الله على ما نقول وكيل وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحق شيخا مرشدا وقبلنا بسيد الرسل سيدنا يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت حق وبك يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين اشفع لنا عند المولى العظيم يا سيدي يا رسول الله لا تتركنا بأحوال أنفسنا ولو للحظة يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يا سيدي يا رسول الله نستغفر الله عز وجل في حضورك يا سيدنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله حسبنا الله ونعم الوكيل من معصية من كل ما يخالف دين الإسلام كل ما يخالف الشريعة كل ما يخالف الطريقة وكل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيز يا أرحم الراحمين أودعنا هذه كلمتي الشهادتين والاستغفار عندك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة العالمين الله هو الله هو الله هو حق الله سيد الشيخ عبد الله فؤاد الدرسان سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني الفاتح يونس hold this hair and every time you bring it for us we thank you very much but I want to show you something that Prophet sallallahu alaihi wasallam said never he had a shadow no shadow if you look at the hair has no shadow you look at the if you look at the stone near it has shadow you see the shadow key how it is and on the hair there is no shadow wherever he put his light there is no shadow that is a real one may Allah subhanahu wa ta'ala bless us in this evening of Ramadan evening of Shuma with the blessings of Prophet sallallahu alaihi wasallam blessings of awliyaullah the council didn't listen to them there and he came here to be blessed with this if he didn't come he would have not seen this and was not going to be blessed with this alhamdulillah may Allah forgive us amen Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina اللهم صل على